قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذه مسألة حقيقة من صميم العقيدة أيضا. إن أصاب الإنسان شيء، لأن ما من شيء في هذا الوجود إلا هو بقدر الله. قال الله جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون، قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا وجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي، قال جل وعلا النصوص كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام. يقول جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. النصوص في هذا كثير. إذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكانك، يعني الآن حصل لك حادث سيارة مثلا، لا تقول لو أني والله ما مشيت في هذا الطريق ما حصل الحادث، أو تقول لو أني والله أنا ما طلعت في هذه الساعة ما حصل لي حادث، فإن لو تفتح عمل الشيطان، تفتح عمل الشيطان. ولذلك أغلب هؤلاء الذين يعودون باللوم على قضية الوقت والأسلوب والمكان وكذا يفتح الشيطان لهم أبواب والعياذ بالله. ولكن المؤمن ماذا يقول؟ يقول قدر الله وما شاء فعل، وتضبط قدر الله وما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. ولذلك الإنسان يجوز له أن يحتج بالقدر على المصيبة، لكن ما يجوز له أن يحتج بالقدر على المعصية، أما على المصيبة نعم. والقدر الله وما شاء فعل، هذا هو المؤمن الذي يتعامل مع هذه الأشياء. المؤمن الذي يصاب بمثل هذه الأشياء تجد يفسر الأشياء تفسير صحيح. يعني مثلا أنا ضرب مثال بحادث السيارة، خلونا على حادث السيارة، حصل لحادث سيارة، المؤمن ماذا يقول؟ يقول قدر الله وما شاء فعل، لله حكمة في ذلك، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ضعيف الإيمان ماذا يقول؟ يقول لو أني ما طلعت هذه الساعة ما صار الحادث، ولو أني رحت مع الطريق الفلاني ما صار الحادث. هل هذا يرد من قدر الله شيء؟ ما يرد من قدر الله شيء. ذلك المؤمن تجده حتى لما يقول قدر الله ما شاء فعل يستثمر هذا استثمار صحيح، فتجد مثلا يقول يعني لعل هذا طرد بلاء، لعل هذا طرد شر. ذاك بعض الناس يقول له دفع الله عنك شر كبير. شو يقولون بعض العوام؟ يقول الحمد لله بالحديد ولا باللحم، بالحديد ولا بالنفس. هذا الإيمان، يعني تجد حتى يخفف عليه المصيبة لما يسلي بمثل هذا الكلام، فتجده يستثمر هذا استثمار. فإذا كان مقصر في اتخاذ الأسباب قال لا نبذل الأسباب، إذا كان والله يشعر بأنه ظلم إنسان ولا كذا قال هذا بسبب ذنبي، بسبب معصيتي، بسبب كذا مثلا، بهذه الطريقة. ولذلك هذا الحديث المقصود فيه أن المؤمن يجب أن يجاهد نفسه، فالمؤمن القوي بإيمانه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والقوي المؤمن القوي ليس ذاك المؤمن الذي ينزع إلى الكسل ويميل إلى الدعة ويفسر الأشياء تفاسير مغلوطة،